أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرقة. تشهد منطقة الردود بوادي حضرموت لقاء عاما لأبناء حضرموت دعت إليه قيادة الهبة الحضرمية الثانية ولجنة لقاء حضرموت العام حرو، وتقام الفعالية بحضور رسمي وشعبي تحت شعار لأجل انتزاع حقوق حضرموت المطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى ودعم شباب الغضب في تصعيدهم الشعبي وسط حشود غفيرة من مختلف مناطق حضرموت تصل تباعا إلى مكان الفعالية. بدوره أكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري بأن أبناء حضرموت يمتلكون كل الوسائل لحماية شباب الغضب. قتل ثلاثة مواطنين وأصيب آخر بينهم طفل في انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي في قرية المقانع جنوب الحديدة. وتشكل الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة والساحل الغربي خطرا يهدد حياة المواطنين، حيث راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء. تواصل فرق مشروع مسام السعودي لنزع الألغام في اليمن جهودها المكثفة لنزع الألغام، حيث تشكل الألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد أطفال اليمن. يتضاعف خطر الألغام على الأطفال في اليمن، خصوصا في ظل تعمد الحوثيين إنتاج الألغام في هيئة مجسمات منزلية وأشكال مألوفة ينجذب إليها الأطفال لاعتقادهم أنها ألعاب أو أشياء ذات قيمة، إلا أنها أداة قاتلة تتسبب أحيانا بسقوطهم وسقوط أفراد من أسرهم بين قتيل وجريح. تصريحات لسمية المحمود مديرة العلاقات العامة ومسؤولة الشؤون الإعلامية في مشروع مسام أكدت خلالها أن المشروع هو الجهة الوحيدة الفاعلة في مكافحة الألغام، والمكون من خلال 32 فريقا هندسيا يتوزعون في 8 محافظات يمنية تمتد من شبوة شرقا إلى تعز والحديدة وحج غربا. وكانت تقارير حقوقية يمنية وثقت بين يونيو حزيران 2014 وفبراير شباط 2022 مقتل 429 طفلا وإصابة 723 آخرين في 17 محافظة يمنية، وذلك بسبب الألغام الحوثية. وأشارت تقارير تابعة للشرق الأوسط إلى أن 75% من المصابين وأكثرهم من الأطفال فقدوا أطرافهم أو إحداها وأصبحوا معاقين أو مشوهين بفعل انفجار الألغام الأرضية الفردية أو المضادة للمركبات أو الألغام البحرية والعبوات الناسفة. تأكيد تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن أن الحوثيين يستخدمون عشوائيا الألغام الأرضية والأجهزة يدوية الصنع بشكل متوطن وممنهج، دليل آخر على تورط الميليشيات بالإجرام بحق الطفولة والطفل اليمني والذي بات سلعة بين أيادي ميليشيات الإرهاب الإجرامية. تعمل ميليشيات الحوثي وبشكل مستمر على تقييد المواطنين في مناطق سيطرتها من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، حيث تتخذ الميليشيات من وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لخدمة مشروعها. وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في خدمة مشروع الميليشيات الانقلابية والطائفية، والذي طالما عملت الميليشيات على تسييسه بما يتماشى مع ذلك المشروع، أصبح اليوم في مناطق سيطرة الانقلاب سلاحا ذو حدين، إما أن يكون لصالحهم وإما أن يكون سببا لاعتقال أو اختطاف أو إخفاء قسري في بعض الأحيان. لعبت وسائل التواصل الاجتماعي بأقسامها المختلفة دورا كبيرا في محاربة المشروع الانقلابي، وأصبحت سببا في أن تنجو من حبس وحكم غير قانوني أو تعتقل لمجرد أنك قلت الحقيقة أو انتقدت قرارا أو فندت إشاعة ما قد أطلقتها الميليشيات لأهداف مغرضة. الميليشيات مرارا وتكرارا فرضت تعليمات صارمة للموظفين في مناطق سيطرتها تنص على شروط مشددة وقاسية لاستخدامها، كمنع نشر أي معلومة أو بيان أو وثيقة أو حتى تصريحات أو تعليقات أو نشر أي انتقاد أو معلومات أو بيانات أو مواقف تصفها الميليشيات بأنها مخالفة للإسلام أو السياسة العامة للحوثي أو مع النظام الحوثي.
كما ومنعت الميليشيات إنشاء صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بأسماء الجهات الحكومية إلا من قبل من تم تعيينهم من قبل الميليشيات، وحظر استخدام أي رمز أو شعار حكومي في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حظر ومنع نشر أي معلومات أو مشاكل أو جرائم في الوحدة التي يعملون فيها نهائيا على وسائل التواصل الاجتماعي. الميليشيات دعت وباستمرار موظفي الدولة إلى ضرورة مقاطعة أي وسائل إعلام تصفها بالمعادية لها، لمجرد أنها تبث حقائق الميليشيات وأساليب تجويعهم للشعب اليمني. هذا وعملت ميليشيات الحوثي على حجب جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي تعارضها، وأضعاف سرعة الإنترنت الرديئة أصلا إلى درجة يصعب الوصول إليه بسهولة، وذلك بحكم تحكمهم بالإنترنت من خلال شركة يمن نت الحكومية في صنعاء، وهما يحققوا لهم أهدافا سياسية وعزل الشعب اليمني عن العالم ومنعه من إبداء رأيه أو معارضة أي قرار لا يمت لحقيقة اليمنيين بأي صلة. تواصل جامعة شوا عامها الثاني بوتيرة عالية، حيث انتظمت الدراسة في كلياتها الخمسة في ظل دعم مستمر من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة في المحافظ عوض بن الوزير. كل الطرق مواتية إلى هنا، جامعة شبوة تخطو عامها الثاني بثقة عالية ونجاحات متواصلة بكلياتها الخمس: التربية والنفط والطب والإدارة والاقتصاد والحاسوب. يتسابق طلابها على مقاعد الدرس في ظل جهود رئاسة الجامعة لإرساء مداميك تعليم جامعي فعال. هذه الجامعة لها أهمية كبيرة على مستوى المحافظة وعلى مستوى أبناء المحافظة. أولاً، هذه الجامعة وفرت هناك الكليات النوعية في هذه المحافظة، أيضاً وفرت عناء السفر لكثير من الطلاب، أيضاً ساهمت في إقبال الطلاب وخاصة الطالبات. بصمة قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إحدى علامات نجاح هذه الجامعة، فمع سنتها الدراسية الثانية اعتمدت السلطة المحلية عدد من المشاريع الإنشائية لكليات الجامعة ودعم الكادر الجامعي بحوافز مالية مشجعة. المحافظة الشيخ عوض بن محمد الوزير، وأبدأ استعداده اللامحدود لوقوفه إلى جامعة شبوة، وحقيقة المحافظ واقف بكل إخلاص وكل تفاني ويبذل كل إمكانيات السلطة المحلية للجامعة. الشيخ عوض محمد الوزير يقوم بجهود جبارة معنا، واعتمد لنا سور جامعة حرم جامعة شبوة، دعم الجامعة بنفقات تشغيلية من السلطة المحلية، دعم الكادر الإداري والأكاديمي بمبلغ حافز تحفيزي يصرف من السلطة المحلية. هي حلم لأبناء شبوة من فترة طويلة جدا، حاولوا بكل ما أوتيوا من قوة، والحمد لله أنها يعني أقيمت. صحيح أنها يعني تعاني من بعض الإشكاليات، إلا أنها يعني مع الزمن كل شيء يتذلل، والسلطة المحلية ما تقصر بصراحة يعني. ونحن اليوم يعني بدأنا بخمس كليات. أقرت الجامعة هذا العام إطلاق برنامج الدراسات العليا الماجستير في كلية الإدارة والاقتصاد وكلية التربية قسمي اللغة العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى إطلاق برامج علمية وتدريبية عدة لخدمة المجتمع المحيط. يمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. دورة لتفعيل دور أصحاب الهمم في العاصمة عدن. أهلا بكم جديد. قضت شجرة السيسبان على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مديرية بروم ميفع وغيرها من مناطق محافظة حضرموت، وتسببت في فيضانات نتج عنها تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. زحف متسارع وكبير لأشجار السيسبان يهدد الأراضي الزراعية في حضرموت. هنا في منطقة ظلومة مديرية بروم ميفع يشكو الأهالي من طغيان هذه الشجرة على أراضيهم.
السيسبان والله عندنا كثيرة في منطقة الظلومة، وانتشرت بكثرة ودخلت في مزارعنا وأثرت على المزارع. شوف النخيل عندنا كيف يبست النخيل، ويمكن داخل حتى في بيوتنا، ونعاني من هذه الشجرة كثيرة يعني مضرة، ضرت علينا في مزارعنا في الطرقات، مضرة حتى على المزارع. يعني ماش عنده يعني كبرت عنده السيسبان، ماش عنده حتى يعني مالية مال كذا، يعني عنده فلوس حتى يصفي. الحكومة لازم تكون يعني سند للمزارع، يعني كان معاونة من عندها تجاه منها، حتى يكون يعني إيش المزارع يكون يعني مفتخر بحكومته بسلطته، حتى يكون عنده معنوية على الزراعة. أشجار السيسبان لا تشكل خطرا على أهالي بروم ميفعفع حسب، بل إنها تسببت في فيضانات بوادي وساحل حضرموت خلال السنوات الماضية، حيث تعمل على حجز السيول وحرف مسارها، الأمر الذي أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية. احنا متضررين من هذا الأشجار السيسبان اللي ضرت مزارعنا وضرت أطفالنا وأبنائنا من الحشرات من أي حاجة، وهذا الشجرة خبيثة يعني متضررين، حتى الخط منها متضرر والمواشي وكل حاجة. ما ناشد المنظمات وناشد دول التحالف وأصحاب الخير يعني على الأقل حتى يدعمونا بشيول. كان دول نزرع زراعة كامل، أما دحين السيطرة ما قدرنا، بعد ما طلعنا الشجار ما قدرنا يعني نزرع كل شيء. يعني السيسبان بكامل على المزرعة يعني كامل ما قدرنا يعني نزرع شيء أكثر شيء. المزارعون في حضرموت يطالبون الجهات الحكومية والمنظمات المانحة بمساعدتهم على إزالة أشجار السيسبان وإصلاح أراضيهم الزراعية ليزرعوا ويأكلوا من خيرات بلادهم. لقناة الغد المشرق، أحسن بالبحيث، المكلا. نظمت مؤسسة الحياة دورة خاصة بأعمال الأصداف لطلبة مؤسسة الحياة للتدخل المبكر، وتستهدف الدورة عددا من ذوي الهمم لتفعيل دورهم في المجتمع. برعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن، وتحت شعار نحن موجودون وبتوجيهاتكم نتميز، نظمت مؤسسة الحياة الدورة الخاصة بأعمال الأصداف لطلبة مؤسسة الحياة للتدخل المبكر. كانت تجربة حلوة لي وممتازة، الحمد لله أني توفقت لهذا المجال لإخراط هذه الفئة في انخراط هذه الفئة بالمجتمع، وتمكينهم من الحرف اليدوية وعدم تهميشهم بمجتمعنا، لأن فئة التمست أن فئة ذكية جدا ومتميزة بإتقان العمل أكثر من غيرهم. أتمنى الاهتمام بهذه الفئة بشكل أكبر. أقيمت هذه الدورة برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي للعاصمة عدن. أقيمت هذه الدورة لإظهار مواهب طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعيتنا بالذات، لإظهارها للمجتمع كامل، لأنهم أطفال موهوبين ويحتاجوا للفتة نظر متميزة ومركزة عليهم، لأنهم بجد يعني طلاب موهوبين. المؤسسة ومن خلال هذه الورشة تهدف إلى تطوير وتفعيل دور الطلاب من ذوي الهمم من أجل انخراطهم في المجتمع، وتستمر الورشة أسبوعين وتستهدف قرابة 12 طالبا وطالبة. نحن اشتغلنا الأدوية تصمم، ونحن اشتغلنا الفاين، سوينا الوردة، وسوينا الفاين، واشتغلنا أنا وناجين كلنا مع بعض. صلحت مسارية وحق كمان إنه سويت كمان فحق الفاين. هذه الجهود التي تقوم بها مؤسسة الحياة وقيادة السلطة المحلية في المجلس الانتقالي الجنوبي ستحدد مدى تميزهم بتهيئة أولية وبتدريب يتلائم ويتناسب مع قدراتهم، فهم يتميزون بمهارات وإمكانيات تحتاج إلى اكتشافها والعمل على صقلها وتطويرها. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.
نهاية النشرة. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوة.com وتطبيق ضبط الإخباري. إلى اللقاء.